كل البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله البنات غيكون عندنا واحد لا ليكيداسيون زوينه في ليساك غيكون عندنا ان شاء الله تنسيق جديد معنا في الجديد اللي دخل في السيكان شي حاجه فني وان شاء الله نبداو على بركه الله وبالتوكل على الله دائما في لي زارتيكل وغادي نبدا لكم البنات باول موديل ساك ديال برا شي حاجه فنه غيبقى لكم في محل شي اسيه ب 119 درهم البنات 119 درهم صول ثمن قل من ثمن الجمله غتبرعوا معنا في السيكان ديال برا فيه جوج ديال لي بوندولير وركزوا معايا في الموديلات جوج ديال لي بوندولير بوندولير سبور وبوندولير كلاس اللي كتجي اجوستابل ديري سوا بهادي شفتوا البنات شوفوا كيفاش كيجي سوا ديريه بهادي سوا ديري فيه هاد لابوندولير اللي كتجي هكا سبور غزاله بزاف كاليتي ديالها فنه وكيجي عملي وانيق بزاف والتيسيو ديالو البنات واعر بزاف بحال كيبان بحال الكوير خطير لاكسيسوار ديالو انوكسيدابل الحله ديالو ساهله بزاف ورطيطب ما شاء الله سوبل غزال ومن الداخل كيتسد بالسنيسله كيجي عملي وكيهاس تبارك الله من الداخل شوفوا ليا السنيسله ما شاء الله كيفاش دايره فيه ثلاثه لوينات فيه المارون ديالو شوفوا ليا المارون كيفاش داير تبارك الله افي غزال شفتو هانتوما المارون فيه هاد الكاميل شوفوا ليا البنات الكاميل ديالو هانتوما مارون والكاميل وفيه تبارك الله فيه النواغ هانتوما وفيه تبارك الله حتى النواغ ديالو يا سلام ثلاثه اللوينات كابتور ديكون البنات الكاميل المارون والنواغ عملي جوج ديال لي بوندولير رطيطب وزويون وكاليتي توب وصولد كنذكركم غير صولد 119 درهم اللي بغاتو كابتور ديكرون وبصحتكم وراحتكم وغنخليكم البنات مع جديد لي زيسبا اللي يلاه دخلوا بلاوس هاد لا مارك هادي غنوريكم البنات الموديل اللي اول مره كيدخل النواغ وفيه طريزه ديال هاد لا مارك هادي راه كاين البنات في المحل حتى الساك اللي يقدروا يجيو معاه فنين فيهم حتى هما داك المونوغرام ديال الموديل بالنسبه لهذا البنات الثمن ديالو 399 درهم بالنسبه للسبر ديالها غتبقى لكم ب 245 درهم البنات شوفوا ليا الطبعه ديالها كيفاش دايره كلها مطبوعه كاليتي ديالها فنه كونفورتابل مجموعه في الرجيله غتبقى لكم 245 درهم فيها لي بوانتور من 36 ل 41 وكابتور ديكرون البنات اللي بغات الموديل مرحبا بكم تستاهلوا الف خير شفتوا الديزاين ديالو كيفاش داير بالنسبه للسبر ديالها كتجي كونفورتابل زوينه وبلاوس ديالها نخليكم دابا مع واحد لاغيفا جديد دخل في لي سانتور ديال يعني البوفام فنين كيجيو بالباكاجينغ بلاوس كلهم كيجيو هكا غنوريكم لي ديزاين باش ما نطولش عليكم بزاف اول موديل البنات هو هذا الام كالمارون اللي كيجي سوا بلامبريمي سوا بالسامبل وكتقلب ليه اللوغو ديالو على جوج الثمن 99 درهم فقط اول موديل هو هذا فيه المارون وفيه فيه النواغ ديالو شوفوا ليا النواغ النواغ ديالو البنات شفتوا الكري نواغ كيفاش كيجي وكيجي كيتقلب هكا سوا تلبسي سامبل سوا تلبسي البصل امبريمي مطروزه بالسميه ديال لامارك فنه تبارك الله وتبقى لكم هكا 99 درهم كاليتي زوين بالنسبه لها ديال البنات كاين حتى لي سبا ديالها هانتوما شفتوها خطيره تبارك الله يعني بالهذا كاين حتى السويكات ديالها فني تبارك الله مع لا سانتو كاين البنات هذا الموديل فالونتينو شوفوا كيفاش كتجي هذه كيجي فيها حجيرات من هنايا بالنواغ غزاله وبلي بيرل 99 درهم كاين هذا ديال هاد لا مارك هادي بالنواغ فيها حتى هي جوج ديال لي فاس سواء كتستغلي كلشي مطبوع شوفوا لي الطبع سواء كتستغلي هاد لا فاس لي سامبل سواء كتستغلي هاد لا فاس لي امبريمي السميه ديال لا مارك كله كيجي انوكسيدابل على هاد الشكل هذا 99 درهم فقط كيف ما ذكرت لكم البنات كاينه هاد لا مارك هادي اللي تالقات في السيكان ديالها شوفوا ليا اللي كتجي هكا بالطريزه ما شاء الله فنه ومطبوعه هكا كاين حتى السويكات ديالها البنات شوفوا ليا السويكات ديالها كيفاش جا مع لا سانتور خطير بالنسبه للصاك الثمن ديالو 380 درهم ولا سانتور الثمن ديالها 99 درهم البنات فوالا كاين هذا هاد لا مارك هادي شوفوا ليا كيفاش دايره هادي كتجي فيها لي بيرل وجوج ديال لي فاس لا فاس نواغ ولا فاس لي كامل كتقلب على جوج 99 درهم فقط وتستغلوا تاخذوا ان شاء الله من الموديلات اللي بغيتو هاد لا مارك هادي اللي كتجي مطروزه فيها حتى هي جوج ديال لي فاس جوج ديال لي فاس تبارك الله والثمن 99 درهم فقط كاين هادي بالمونوغرام حتى هي فنه والثمن 99 درهم هادي حتى هي اللي عندها السويكات ديالها هذا اللي كيكون لكم دابا راه فيه الديك غادي ديالها شفتوا البنات 99 درهم
غتبقى لكم هاد السميطه ان شاء الله بالباكاجينغ وبالبواطه ديالها. ودائما في الصولد وفي الليكيداسيون البنات وفي الكاليتي الاولى في محل شي اسيه غتاخدي هاد الصويك هذا البنات ب 220 درهم كابتور ديكرون. علاش؟ حيت فيه بعض القطع في الكاليتي الاولى بلا اوس وبلا سيرتيفيكاسيون. هاد لو موديل هذا لو بتي ساك زويون لا حجم ولا فورم. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات لاكاليتي ديالو فنه بزاف. كيجي بالبزيطيم ديالو لاكسيسوار ديالو انوكسيدابل ومن الداخل تبارك الله كيهز داك الحجم الحلو الزويون. بيان سور فيه لاوس مطبوع لاكاليتي زويونه وغير بروموسيون 220 درهم. فيه ثلاثه ديال اللوينات كابتور ديكرون البنات، فيه البيج فيه لو روز نيود. شوفوا لي الروز ديالو مطبوع فن تبارك الله، والطبعه ديالو فيه كتبان انيقه ما شاء الله ما شاء الله متيوله. كيبان لو ساك عاطي واحد لو شارم زويون وبهكا بلي بواني ولا بلا بوندولير لي سبور فنيون كلاس انيق و 220 درهم فقط. فيه لو روز نيود وفيه هاد لو بلو سيال الفن ديال الفن تبارك الله ديال الموديلات لون سماوي انيق جدا كاليتي فنه و 220 درهم اللي بغاتو كابتور ديكرون بصحتكم وراحتكم البنات. هادي كانت هاد لاغيفاج ديال هاد لامارك. هادي كاين واحد لاغيفاج البنات جديد دخل في لامارك كوتش، عشيقات هاد لامارك هادي بالبواطه بالسيرتيفيكاسيون ديالها نبارطاجيه معاكم. واحد لو موديل البنات بالبينيس ديالو فن 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 غزيول كيبان كلاس بزاف وفيه هكا يعني الدرجات ديالو كيجي واقف هكا فنيون هماوي ما شاء الله. من الداخل فيه لي سيباراسيون وفيه لا بوندولير ديالو. شوفوا البنات شوفوا لي لا بوندولير كيفاش كتجي، واحد لي ديتاي فيها واعرين. شوفوا لي فيها الدوري وفيها لارجونتي انيق بزاف 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 صراحه. جا يعني كيبان هادئ جدا من هنا. هانتوما البنات نوري لكم لا بوندولير بلي ديتاي ديالها كاملين. السيدات اللي بعاد كيبغيو هكا يشوفوا لي ديتاي ديال لو ساك، ما كنبغيش نطول لا فيديو بزاف، ولكن راه ما شاء الله البنات فريمون لي ديتاي كيستحقوا اني نوقف عندهم. هادي كتجي سامبل ومن هاد لافاس الاخرى كيجيو فيها هاد لي شينيت هادو من هنايا فنيولين تبارك الله. من الداخل فيه لاوس، فيه واحد جويف وفيه لا سيباراسيون ما شاء الله كيهز الحجم الحلو. لا بوندولير هكا كنحطوها لداخل بيان سور مع لو ساك، يمكن لك تقاديه بها. مي هو الهزه ديالو غير بلي بواني غير بالبواني ديالو تبارك الله. شوفوا البنات الطبعه، شوفوا لي الطبعه فين كاينه ما شاء الله لا كاليتي. وداك داك الاكسسوار ديال الساك ماشي داك اللون اللي مشعشع ماشي داك اللون اللي حمر بزاف، يعني عاطي واحد الدرجه زويونه. ولا الاكسسوار ديالو انوكسيدابل وكيجي واقف كما كتشوفوا معايا. الثمن ديالو بلا بواط ديالو 420 درهم البنات كابتور ديكرون. عجبها الموديل، ما كاينش غير هاد الموديل البنات في لامارك كوتش، كاين هاد لو موديل هذا اللي كيجي هكا واقف وزويون في الجنيب فيه لي في سيربون. هانتوما البنات في داك لي في سيربون من هنايا الاكسسوار ديالو راه انوكسيدابل. شوفوا لي لي ديتاي ديالو كيفاش دايرين البنات. هانتوما فيه لاوس ديالو بطبيعه الحال كيجي بلا بواط، فيه لو بتي بواني ها هو كيجي مع لو موديل، وفيه لا بوندولير اللي كتجي اون شينيت اللي بغات هكا دير لا شين مع لو ساك. كتجي على هذا الشكل هذا رقيقه، الاكسسوار ديالها انوكسيدابل ومطبوعه، ومن الداخل تبارك الله كيجي كيهز، والثمن ديالو 420 درهم اللي بغات لو موديل كابتور ديكرون. هادو لا كوليكسيون ديال لا مارك كوتش. سينو هاد لا مارك ديال البنات تدخل فيها هاد لو موديل. هاد اللون هذا محبوب السيدات بزاف، الناس كيسولوني على هاد الموديل هذا. ديجا كان في المحل وسالا من ستوك، راه فيه بعض القطع وفيه لا بوندولير ديالو كتجي على هذا الشكل هذا. الموديل البنات راه معروف بزاف بازيك ديال هاد لا مارك هادي. فن بالنسبه للبنات اللي كيتبعوا هكا لا طوندونس كيسولوني عليه راه دخلناه للمحل. دابا البنات غنخليكم مع واحد الفقره اللي بزاف السيدات كيتسناوها، غتكون فيها ليكيداسيون في السبل ديالات البنات. لي بونتور ما غاديش نقولهم، ولكن غيبقى لكم هادشي كامل البنات ليكيدي ب 180 درهم البنات. ودابا غنوريكم موديلات بالتدقيق. اللي بغات شي موديل تصيفط لنا لا كابتشوف ديكرون ديالو باش ان شاء الله تستافد منه. كنذكركم هذه فقط ليكيداسيون. كاين الموديل الاول هذا، الموديل هذا 180 درهم البنات الكاليتي الاولى. تواصلوا معنا على قبل لي بوانتور. اول موديل البنات هو هذا، كيجي فيه الطبعه ديال لامارك، كيجي كونفورتابل زويون، فيه هاد الغوز نيود انيق بزاف ومجموع في الرجيله. الكاليتي الاولى ديال برا 180 درهم ليكيداسيون لي فان سيري لي بوانتور اللي بقاو في لا سيري كامله، ان شاء الله تستافدوا منهم. ثاني موديل باش ما نطولش عليكم بزاف، كاين هاد الموديل هذا حتى هو البنات كابتور ديكرون 180 درهم. استافدوا من لا ليكيداسيون اللي كاينه في محل شي اسيا في لي زيسبا هاد الايام.
وكيف ما كتشوفوا معايا البنات، الموديل اللي كيجي فيه الابيض والكحل كيجي بزاف بزاف مواتي مع بزاف ديال اللبسات، كيجي كونفورتابل بزاف، مريح جدا. ليكيدي ليكيداسيون البنات، يعني ثمن قل من ثمن الجمله ديالو 180 درهم الكاليتي الاولى. كابتور ديكرون اللي عجبها الموديل. من هذا الموديل هذا غندوز لكم البنات لهذا الموديل هذا اللي استفدوا منه السيدات بزاف بزاف ديال لي كولور. كاين فيه هاد لا كولور في الابيض اللي بغاتها، راه ديسپونيبل 880 درهم ليكيداسيون اللي بغات لو موديل ديال كابتور ديكرون. بصحتكم وراحتكم البنات. كاين البنات نفس الموديل في هاد لا كولور هذه حتى هي 180 درهم. كنذكركم البنات لي بوانتور تواصلوا معنا على قبلهم، لا كولور فنيونه، الموديل كيجي كونفورتابل بزاف. السيدات استفدوا معنا في هذا الموديل هذا بصحتهم وراحتهم. خوفي كيلكو بوانتور 180 درهم البنات. كاين البنات هذا لو ستيل كونفيرس اللي فيه لي فلور زويون ديال هاد لا مارك هادي، فن تبارك الله 180 درهم. كابتور ديكرون اللي بغات لو موديل تبارك الله، كونفيرس فنيونه زويونه انيقه متيولة في الرجيله وكلها مطبوعه، لا كاليتي ديالها الطوب، و 880 درهم. وبصحتكم وراحتكم البنات، تستاهلوا دائما كل خير. شوفوا ليا هادي لو ستيل اللي كيجي هكا، كيجي بهذا الشكل هذا. لا ماركه البنات راه معروفه كلوي، فنه، شفتوا كيفاش كتجي خطيره للصح والعمل البنات. هذه راه ليكيداسيون اللي بغاتها 180 درهم فقط ليكيداسيون. البعض القطع اللي بقاو فيها البنات اللي استافدوا منها بصحتهم وراحتهم. سينون كاينه هذه ديال هاد لا مارك حتى هي فان سيري ليكيداسيون، شوفوا كيفاش كتجي 180 درهم البنات اللي بغاتها تصيفط لنا لا بوانتور ديالها. موديل كيجي هكا سامبل وزوي من 180 درهم البنات، هادشي فقط ليكيداسيون. كاينه البنات واحد لا ليكيداسيون حتى في هذه، هذا الموديل هذا فيه كيلكو بوانتور، الثمن ديالو غيبقى لكم ب 245 درهم ليكيداسيون. اللي بغاتو دير لا كابتور ديكرون، الموديل كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي كونفورتابل بزاف، كيجيو فيه دي ديتاي فنيين، بقاو فيه كيلكو بوانتور ديجا استفدوا منه السيدات. كيجي الستيل ديالو هكا، يمكن لكم تادابتيوه على الرجيله، ها نتوما البنات تادابتيوه اولا تزيدوا ولا تنقصوا فيه على حسب كيف ما بغيتوا. واللي زوين فيه حتى السيور ديالو ما كيبانوش، يعني يكفي انك تسدي هادو من هنايا ما غيبانوش لك نهائيا. زويون بزاف خطير ديال هاد لا مارك هادي، كاليتي ديالو فنه، فيه لي بوانتور كيلكو بوانتور، دونك اللي بغات شي بوانتور تواصل معنا. بالنسبه للثمن ديالو 245 درهم اللي بغاتها كابتور ديكرون. وكاينه البنات حتى هذا الموديل هذا غيبقى لكم اون ليكيداسيون ب 245 درهم، فيه لي بوانتور 38 و 39 اللي بقاو فيه. اللي بغاتو كابتور ديكرون في الكاليتي الاولى دائما، اللي عجبها لو موديل كابتور ديكرون هذه فقط ليكيداسيون. لبعض الموديلات اللي كاينين في محل شي اسيا، وبصحتكم وراحتكم البنات. دائما في لي زيسبا البنات، ومن ليكيداسيون غندوز لكم الجديد اللي دخل فيهم. هذا الموديل البنات يلاه دخل جديد حصري والجديد اللي دخل في السبت ديال البنات. الكونفور والكاليتي الاولى ديال هاد لا مارك هادي كتجي فنه في اللبسه انيقه بزاف، شي حاجه يلاه دخلات حصريه المحل شي اسيا. الثمن ديالها 279 درهم البنات. لا كاليتي الاولى اليوم غتاخديها سولد، وفيها لي بوانتو كاملين كابتور ديكرون، عجبها الموديل بوانتو 36 41، والثمن ديالها 279 درهم كابتور ديكرون. الموديل يلاه دخل ودخل بواحد الثمن راقي راقي بزاف، كاليتي فنه، سولد وبروموسيون في محل شي اسيا. اللي بغاتها البنات كابتور ديكرون. من هذا الموديل هذا غندوز لكم هذا الموديل اللي بارطاجيتو معكم السيدات اللي استفدوا منه بصحتهم وراحتهم. لا كاليتي الاولى راه مازال ديسپونيبل في الحمد لله ستوك، الثمن ديالو 299 درهم، لي بوانتور 36 41. فوالا البنات كابتور ديكرون الموديل واعر بزاف يلاه دخل. البنات اللي خداو بصحتكم وراحتكم، خليوا لي كومونتير على لا كاليتي كيفاش جاتكم. ما شاء الله طوب جو طوب، و 899 درهم فقط. من هذا الموديل البنات غندوز لكم هذا الموديل هذا اللي بزاف السيدات عجبهم واستافدوا منه وبصحتكم وراحتكم. موديل اللي كيجي بالباكاجين ديالو وبلومبالاج بالبواطه، الثمن ديالو 299 درهم، راه باقي اون برومو. الموديل هو هذا البنات اللي خداته بصحتها وراحتها، الثمن ديالو فقط فقط سولد، هذا بروموسيون 299 درهم، الثمن الاصلي 380 درهم البنات، درنا لي بروموسيون 299 درهم ان شاء الله السيدات يستافدوا منه. فيه لي بوانتور 36 41 وكيجي بالبواطه ديالو. وحتى هذا السيدات اللي عجبهم واستافدوا منه صحتهم وراحتهم يخلوا لي رايهم في التعاليق على لا كاليتي سورتو، حيت لا كاليتي البنات ما كتسالش بالثمن في محل شي اسيا دائما، لا كاليتي زوينه البنات. مرحبا بكم وبصحتكم وراحتكم. وغنختم لكم لا فيديو بالجديد والروعه الروعه الروعه اللي دخلات في هاد لا مارك هاد. صافا البنات اللي سولتوني عليه بزاف انستغرام، بالنسبه للباكاجينغ ديالو كيجي على هاد الشكل هذا، بلا اوز، فيه الوريقات، فيه كلشي الداخل، كيجي هكا كومبلي بلا بواط ديالو البنات. كادو هذا شي حاجه دو لوكس ان شاء الله
نستافدوا منها في محل شي اسيغ. نوريكم دابا اللوينات والتشكيلات دغيا حيت تبارك الله كاينين لي موديل بزاف. اول لون غنبدا لكم بلي في كروكو حيت فريمون هذا الموديل واعر. انا السيده طلبوه لينا بزاف في انستغرام كنا دخلنا فيه اللون جوج لوينات نوار وكامل. دابا البنات بنا على الطلب ديالكم دخلوا فيه لي كولور وتبارك الله بلي في كروكو ولي في فيغني. الناس كابتور ديكرون اللي عجبها لو موديل ما شاء الله الموديلات الفن اللي دخلوا المحل شي اسيه كابتور ديكرون اللي عجبها الموديل كيف ما قلت لكم ما شاء الله الموديل البنات كيجي فيه لابوندولير هكا كطوال ولا كتختار على حسب الرغبه ديالك. موديل معروف يعني بلا ما نشرحوا لكم حيت تبارك الله البنات كيتبعوا على طوندونس راه كيعرفوا هاد لي موديل هادو. بالنسبه للموديل فيه لا سيباراسيون من الداخل انيق انيق بزاف بزاف. ها هما الوريقات ديالو لداخل. هانتوما البنات شوفوا لي غير الكتيب ديالو كيفاش داير لي ديتاي سيرتيفيكاسيون كلشي كاين من الداخل. بالنسبه للموديل البنات البلون غارنيتور بالدوري لي في كروكو ولي في فيرني ومن الداخل فيه لا سيباراسيون وما شاء الله البنات شحال فيه ديال لي ديتاي تبارك الله زويونين من الداخل. شوفوا لي كيفاش كيجي حتى في البيته ديالو كلاس بزاف وغزال ما شاء الله في محل شي اسيه. غيبقى لكم هذا الروعه كلها البنات في المحل بالبواطه. غيبقى لكم البنات بالبواطه لي في كروكو ولي في فيرني ب 399 درهم البنات. كابتور ديكرون لي بغات لو موديل غيبقى لكم اون بروموسيون 399 درهم فقط في لا سيباراسيون وانيق بزاف وكيجي متيول في البيسه ولا كاليتي ديالو توب دي توب. بالنسبه لي في كروكو اللي فيه لي في فيرني كاينين فيه 3 ديال لي كولور جوج لوينات اخرين. شوفوا البنات كابتور ديكرون لي بغات لوينات حيت راه تبارك الله دخلت فيهم اون كوليكسيون كبيره. شوفوا ليا اللوين الاخر النوار ديالو بلي في كروكو وبلي لا غارنيتور بالدوري نفس التفاصيل دائما بالبواطه ولا كاليتي ديال الصاك راه كيجي واقف. كما شفتوا معايا البنات بلي في كروكو وبلي في فيرني كنتمنى ان الاضاءه تكون باينه لكم اللوين ديال الصاك حيت فريمون واعر. كابتور ديكرون اللي عجبها الموديل فني وتبارك الله انيق 399 درهم فقط. كاين فيه النوار وكاين فيه هذا الزريق ازرق ملكي غزال حتى هو ما شاء الله زويون. شوفوا لي كيفاش كيجي حتى هو فنيون غير واحد الملمس فيها البنات خطير ما كيعشقوا هذا لو موديل هذا فنيون تبارك الله 399 درهم فقط. بالنسبه لي في سامبل كاين فيه البيج بلا غارنيتور ارجنتي كابتور ديكرون البنات اللي بغاتو حتى هذا راه عنده واحد الملمس عنده حتى هو لي فان ديالو عنده حتى هو لو شارم ديالو غزال تبارك الله بلا بوندولير فنيون 399 درهم البنات. كاين نوار ديالو غارنيتور ارجنتي شوفوا لي لو نوار يا سلام عاشقات لو نوار تبارك الله كيفاش داير فن. وفيه الكمال ديالو غارنيتور ارجنتي حتى هو شفتو البنات هذا اغيفا جديد يلاه دخل 399 درهم اللي عجبها لو موديل كابتور ديكرون فيه تقريبا 6 ديال اللوينات البنات. كنذكركم باللوينات اللي بغات لو موديل تبارك الله ما شاء الله على اللوينات والثمن 399 درهم فقط. بصحتكم وراحتكم البنات وكانت هذه هي نهايه لا فيديو كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. خلوا لي اسفل التعليقات ارائكم البنات على لي فيديو ولا كاليتي وعلى السلع وعلى طريقه التقديم وعلى الاضاءه وعلى كل شيء. مرحبا بجميع التعليقات ديالكم نقول لكم لمسيكم على خير. لا فيديو سالت هنا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نهار جديد. مع السلامه.